نعم، أجدد الترحيب بالكاتب المحلل السياسي السوري أحمد كامل. سألتك قبل انقطاع الصوت عن تغير أو ربما تغير الموقف الأمريكي من خلال تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يمكن أن يكون الهجوم على سوريا وشيك أو غير وشيك على الإطلاق. هل يعد هذا تغير في الموقف الأمريكي قبل يومين أو أكثر بقليل؟ لو تسمح لي بس. نعم إنما على النظام السوري، على سفاح سوريا ومخرب سوريا، فهو ليس هجوما على سوريا بأي شكل من الأشكال. يحصل الآن مساومات على مستوى دولي تشارك فيها فرنسا وبريطانيا وروسيا تحديدا، ربما لتكرار ما حصل عام 2013 بمعنى منع الضربة الأمريكية مقابل الحصول على تنازل من الروس وتنازل من الإيرانيين والنظام. فرص وقوع الضربة هي 50%، وفرص حصول هذه التسوية 50% حد أقصى، لأنه الروسي يعني لا يملك الكثير ليقدمه للأمريكي، والمطلوب أمريكيا مرتفع والذي تستطيع روسيا تقديمه منخفض، فما زال احتمال الضربة أكبر. وما يفعله الرئيس الأمريكي هو اللعب بأعصاب الجميع. نعم، يعني فقط لعب برأيك؟ ليس هناك تنفيذ على الأرض؟ هناك أشياء محددة. نعم. إما أن تكون هناك ضربة ثلاثية فرنسية بريطانية أمريكية. نعم. وقوية أكبر من الضربة التي حصلت قبل سنة، وإما سوف يكون هناك تنازل مثلا يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا أو يتعلق بالمفاوضات أو مصير بشار الأسد. نعم أستاذ أحمد، في حال حدوث الضربة كيف ستنعكس على المشهد السوري وما هي السيناريوهات المتوقعة إذا لم تنفذ؟ الوضع في سوريا بالضربة وبدونها بالغ التعقيد. في سوريا الآن النظام برغم كل الحديث عن انتصاراته الكبيرة والهائلة والاستراتيجية فقد نصف سوريا، ولن يعود له هذا النصف لأنه فيه قوات أجنبية، فيه أمريكان وفيه أتراك وفيه فرنسيين وفيه بريطانيين، والنصف الذي موجود فيه النظام هو موجود مع الإيراني ومع الروسي ومع حزب الله، كل هؤلاء مع بعض موجودين في نصف سوريا. فإذا سوريا الآن فيها زحمة استراتيجية كبيرة، وخمس جيوش أجنبية، الأمريكي والروسي والتركي وحزب الله والإيراني وإسرائيل، وهؤلاء في تناقضات كبيرة بينهما، وكلما حصل خلاف بين هذه الأطراف الخمسة سوف يتم التنفيس عن هذا الخلاف أو تجسيده بمواجهة في سوريا. نعم، الأستاذ أحمد كامل الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.